السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح جديد وفيديو جديد هنشوف فيه طريقة تحميل وتركيب باتش بيس وورلد 2023 لبيس 17. في البدايه اعمل شير، اعمل لايك للفيديو اللي عجبك، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل واعمل سبسكرايب وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده والتحديثات والاضافات اول ما تنزل. غبنا فتره كبيره قوي ولكن رجعنا بباتش جديد لبيس 17، وهو باتش الدوري المصري 2023 لبيس 17. الباتش ده فيه مميزات كتيره جدا هنبدا نوضحها في خلال الفيديو باذن الله، وهنبدا نشوف ايه اهم المميزات اللي موجوده وايه اهم الحاجات والمودات اللي اتضافت واهم البطولات اللي موجوده، وكمان هنشوف انسب طريقه لتثبيت الباتش بشكل صحيح على اللعبة وبدون اي اخطاء. اهم حاجة انك تركز معايا وتنفذ كل الخطوات صح عشان ما ترجعش تاني وتقول في اخطاء موجودة في الباتش او في اخطاء موجودة في اللعبة، لان هبدأ اشرح لك واوضح لك الطريقة المظبوطة اللي تبدأ تثبت بها الباتش، وهنعرف هو محتاج ايه قبل ما يتثبت ونعرف الطريقة الصحيحة للتثبيت. هندخل على الرابط الموجود في الديسكريبشن تحت، هتلاقي فتح لك على المدونه بالطريقه دي وهتلاقي الباتش موجود عندك بالشكل دوت. هننزل تحت كده ونشوف اهم المميزات، هنلاقي اضافه الدوري المصري كامل 2023، تحديث الانتقالات الصيفيه 2023 لجميع الفرق الاوروبيه لغايه موعد نزول الباتش، اضافه حوالي 2000 وجه جديد باحدث قصات الشعر الجديده، تحديث اطقم جميع الفرق لسنه 2023، تحديث الدوريات الخمسه الكبرى لسنه 2023، الدوري الانجليزي والفرنسي والاسباني والالماني والايطالي، تحديث قوائم وخلفيات اللعبه بشكل احترافي، تحديث دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد من خلال الخلفيات والسكور بورد والدخلات واطقم كمان الفرق الجديده، تحديث كؤوس جميع البطولات، وكمان تحديث جميع البطولات لعام 2023 زي كاس العالم للمنتخبات وكوبا امريكا واليورو، اضافه بطوله كاس الامم الاوروبيه كامله، خلفيات ودخلات واعلانات، وكمان الكاس هتلاقيه موجود، وكمان اضافه بطوله كاس الرابطه المصريه لسنه 2022، خلفيات ودخلات واعلانات والكاس كمان هتلاقيه موجود، وكمان اضافه بطوله كاس العالم للانديه وتحديث برضو الخلفيات والدخلات والاعلانات والكاس الخاص بيها هتلاقيه موجود، تحديث الانتقالات لكل المدربين، تحديث سكور بورد الدوري المصري بكل تفاصيله الجديده بتاع اون تايم سبورت، حل مشكله الخروج من الخطه في اللعبه، وكمان اضافه مود تهديئ اطقم جديد واضاءه جديده للعبه، يعني هتلاقيها شبه فيفا شويه، اضافه باك كور جديد لسنه 2023 لكل البطولات، وكمان مميزات ثانيه كتير جدا هنبدا نشوفها في الشرح التوضيحي باذن الله. اهم نقطه في المميزات ان الباتش متوافق تماما مع جميع الاجهزه الضعيفه والمتوسطه في الامكانيات. كده خلصنا اهم المميزات، يلا بينا نروح على اهم الصور الموجوده من الباتش. طبعا دي مش كل الصور اللي موجوده في الباتش، ولكن دي حاجات بتدل على ايه اللي موجود في الباتش. زي ما احنا شايفين الاوجه الجديده هتلاقيها لكل اللاعبين الدوري المصري، هتلاقيها موجوده بالطريقه دي. هنلاقي دلوقتي عندنا حمدي فتحي وزيزو وكمان بلاتي توري لعيب بيراميدز. هننزل تحت كده وهنلاقي كمان اضافه وجوه اللاعبين الشباب في الدوري المصري. كل اللاعبين الشباب في الدوري المصري هتلاقيهم ليهم وجوه خاصه جدا موجوده في الباتش ده. كل اللعيبه الجداد اللي الزمالك صعدهم والاهلي صعدهم هتلاقيهم موجودين. هننزل تحت هنلاقي اهم الصفقات في الدوريات الاوروبيه هتلاقيها موجوده بالطريقه دي. هتلاقي ليفا موجود في برشلونه، هتلاقي روديجر موجود في ريال مدريد، وكمان هالاند، وكمان هتلاقي انتقال ديبالا لاي سي روما هتلاقيه موجود، جابرييل خيسوس هتلاقيه موجود في ارسنال، كمان هتلاقي انتقال دي ماريا وبوجبا هتلاقيه موجود في يوفنتوس الايطالي، هتلاقي نونيز موجود في ليفربول، وكمان رافينيا هتلاقيه موجود في برشلونه، وماني انتقاله لبايرن ميونخ، وكمان رحيم ستيرلينج لتشيلسي، وغير انتقالات تانية كتير جدا هتلاقيها موجودة بإذن الله في الباتش ده. هننزل تحت هنلاقي في تغير كبير جدا في الستارت للماتشات، هتلاقيها موجودة بالشكل ده، شكل جديد شوية عن الشكل اللي اعتدنا عليه، هتلاقي موجود بالشكل ده. كل دوري هتلاقيه في الجرافيكس الخاص بيه وكل القوائم الخاصة بيه هتلاقيها موجودة بالشكل ده. هننزل شوية وهنلاقي البوز منيو أو قائمة التوقف الخاصة بالماتش، لما تيجي تضغط ستارت أو بوز هتلاقيه موجود بالشكل ده. كل برضو دوري هتلاقيه موجود القايمة الخاصة بيه، دي حاجة طبعا كويسة جدا وحاجة شكلها كويس جدا. هننزل تحت هنلاقي الأجواء الخاصة بالليجا الأسبانية هتلاقي كلها موجودة بالشكل ده. هننزل تحت هنلاقي دوري الأمم الأوروبية موجود بكل الجرافيكس الخاص بيه، وكمان السكور بورد والمنتخبات والأطقم الجديدة لكل المنتخبات. هننزل تحت تكملة برضو لدوري أمم أوروبا هتلاقيه موجود بالشكل ده. هننزل تحت ده كأس البطولة هتلاقيه موجود، وكمان تقدر تلعب بالجرافيكس الخاص برابطة الأندية المصرية بكأس الرابطة هتلاقيه موجود بالشكل ده.
وبرضو قائمة الدخول للعبة أو الدخول للمباراة هتلاقيها موجودة بالشكل ده، وقائمة طبعا مختلفة شوية عن القديم اللي كنا بنلعب بيه. زي ما قلنا هننزل تحت وهنلاقي الدوري الإنجليزي بكل القائمة الخاصة بيه طبعا هتلاقيها موجودة، والبوز منيو برضو هتلاقيها موجودة بالشكل ده، أجواء جديدة. وطبعا لو شفنا هنا هنلاقي اللعبة شوية تحس اللي هي شبه فيفا، تحس إن في شكل جديد للعيبة وإضاءة جديدة على أوجه اللعيبة هتلاقيها موجودة بالشكل ده. هننزل طبعا تحت هنلاقي دوري أبطال أوروبا بأجواء النهائي كلها هتلاقيها موجودة بالشكل ده. هننزل كمان تحت وهتلاقي الدوري المصري كامل بكل الجرافيكس الخاص بيه، بالسكور بورد، بالبانرات، بكل حاجة هتلاقيها موجودة. طبعا كأس العالم بالشكل الجديد لقطر 2022 هتلاقيه موجود بالشكل ده. ده طبعا ده فانتازي لكأس العالم، دي مش حاجة أساسية ولكن هي كويسة بالنسبة للدخلات جديدة وشغل كده في كأس العالم، يديك إحساس كأس العالم الجديد. هننزل تحت ونشوف سكور بورد كمان كأس العالم قطر 2022 هنلاقيه موجود بالشكل ده. وهنا وصلنا لنهاية الصور اللي موجودة عندنا من الباتش، في طبعا صور قد دي كتير جدا ولكن هنشوفها بإذن الله في الشرح التوضيحي. خلصنا أهم الصور اللي موجودة في الباتش، يلا نروح نشوف طريقة التحميل. هنبدأ نضغط على التحميل بالطريقة دي، هيبدأ يحولنا على صفحة التحميل بالشكل ده. هنبدأ ننزل تحت وهنلاقي صفحة روابط التحميل. حجم الباتش كله صغير هتلاقيه 5 جيجا و800 ميجا، فمقسم على 6 أجزاء، كل جزء هتلاقيه بواقع 1 جيجا زي الجزء الأول والتاني والثالث والرابع والخامس والسادس. وكمان هتلاقي ملف فيكس، دي أهم الروابط والحاجات اللي ممكن تحملها علشان تقدر تثبت الباتش عندك على اللعبة. هتبدأ تحمل الست أجزاء دول وتبدأ تحمل ملف الفيكس كمان. يلا بينا نروح نشوف طريقة تثبيت الباتش. قبل ما نروح نشوف طريقة تثبيت الباتش لازم تعمل الحاجات اللي أنا هقولك عليها دي دلوقتي، ودي الخلاصة يعتبر. أول حاجة اقفل مضاد الفيروسات أو الأنتي فيروس اللي عندك علشان ما يبدأش يشيل ملف السايدر أو ما يبدأش يشيل ملف اللعبة المعدل بتاريخ الماستر ليج، هيبدأ يتعامل معهم على إنهم فيروسات فيبدأ يمسحهم. فأول حاجة لازم تعملها إنك تقفل الأنتي فيروس، دي خطوة مهمة جدا. تاني حاجة حمل أحدث نسخة من برنامج الوين رار عشان أما تفك الضغط ما يحصلش معك أي مشاكل. تالت حاجة الباتش مش هيحتاج أي إصدارات سابقة، الباتش ده باتش كامل هيبدأ يضاف على اللعبة الخام على اللعبة اللي لسه متثبتة. رابع حاجة إن لازم ما تبقاش اللعبة عندك فيها أي باتشات، وهقولك على الطريقة إنك تشيل أي باتشات لو موجود عندك على اللعبة. دي أهم الملاحظات اللي لازم تركز فيها قبل ما نخش على تثبيت الباتش. يلا بقى نروح على تثبيت الباتش. زي ما احنا شايفين وقلنا هنحمل الست اجزاء الموجودين بتوع الباتش وكمان ملف الفيكس. ملف الفيكس ده مهم جدا عشان يعمل لك احدث الانتقالات اللي موجوده. فهنبدا نروح على البارت الاول مثلا ونعمل اكستراكت هير، وانت بدورك اما بتفك الضغط عن البارت الاولاني او الجزء الاولاني بقيه الاجزاء بتتفك عليه، مش محتاج انك تروح عند كل جزء وتفكه، لا هو انت هتفك الجزء الاولاني مثلا وهيتفك معاك بقيه الملفات، عشان كده بقول لك لازم يبقى كلهم في ملف واحد. هنبدأ نروح عند البارت الأول ونبدأ نعمل اكستراكت فايلز بالطريقة دي، وهنبدأ نختار المكان اللي احنا هنثبت فيه الباتش أو هنفك فيه ضغط عن الباتش. مثلا أنا اختار هنا، هبدأ اختار مثلا الملف ده بكل بساطة، هبدأ اختار الملف ده إن أنا أحط عليه الباتش. ولكن قبل ما نبدأ نفك الضغط تعالوا نعمل حاجة بسيطة، هنبدأ نظبط اللعبة بتاعتنا اللي هي تستقبل الباتش. في سؤال ممكن يتسأل دلوقتي، طب أنا لو عندي باتش وعايز أشيله مثلا وأحط الباتش ده، تعال معايا هوريك هتعمل إيه. ده مكان اللعبة اللي موجود فيها الباتش، ده مثلا باتش محطوط على اللعبة بالشكل ده. هنبدأ نروح نمسح كل الملفات اللي انت شايفها دي ونسيب ملف بس الداتا. ركز معايا، لازم تسيب ملف الداتا الخاص باللعبة. حددت على كل الملفات، هبدأ شيفت وديليت، هبدأ امسح كل الملفات دي. زي ما احنا شايفين خلص مسح ملفات معانا، ما عادش معانا في اللعبة موجود الا ملف الداتا الخاص باللعبة بس. ده اللي انا عايزه، والباتش هينزل يظبط لك كل الكلام الباقي، ما تقلقش من الكلام ده، ما تقلقش من الموضوع ده. هنبدأ نروح على المكان اللي موجود فيه الباتش. قبل ما نفك الضغط او نعمل اي حاجة لازم نروح عند الانتي فيروس الخاص بيك بالطريقة دي وتبدأ تقفله. هنبدأ نعمل كده ونضغط كليك يمين تبدأ تقفله، او حتى لو كان ويندوز ديفندر عندك لازم تعطل الويندوز ديفندر عندك. وقفنا الانتي فيروس، وقفنا الويندوز ديفندر، يلا بينا نروح نفك الضغط عن بقية الملفات الخاصة بالباتش. هنبدأ نروح عند بارت 1 ونبدأ نعمل اكستراكت فايلز، نبدأ نختار المكان اللي احنا هنثبت فيه الباتش، نبدأ نضغط اوكي ونسيبه يخلص خالص ويفك ضغط براحته.
زي ما احنا شايفين خلص فك ضغط معانا بالطريقه دي. هنبدا نروح على ملف الفيكس بالطريقه دي ونبدا نعمل له كستراكتير. هيبدا يفك معاك ملف الفيكس، هندخل جواه هناخد اللي جواه ده كله كده قط. هنروح مكان اللي احنا فكينا فيه الضغط، هنلاقي موجود بيس وورلد باتش 2023 في 1.4 بيس 17. تلاقي الملف موجود بالطريقه دي، هتدخل عليه هتلاقي كل الملفات الخاصه باللعبه موجوده. هنبدا نعمل هنا بيست للملفات اللي احنا واخدينها قط. هيبدا ينقل لك كل الملفات اللي موجوده في ملف فيكس للعبة. اول حاجة هتروح تعملها بعد ما تنقل ملفات الفيكس، هتبدأ تروح على ملف الكونامي بالطريقة دي، هتبدأ تاخده قط بالطريقة دي، وتبدأ تروح ملف الديكومنتس الخاص بيك. لو انت عندك باتش ومحتاج انك يفضل عندك الباتش ده، ممكن تخش على الكونامي، ممكن تخش على بي 17 بالطريقة دي ملف السيف، وهتروح عند ملف اسمه edit 000 كتير كده، زيروات كتير، هتبدأ تاخده وتعمل add to archive او add to rare بالطريقة دي. هيبدأ يعمل لك ملف زي ده كده. انت حفظت الانتقالات الخاصة بالباتش اللي عندك، فانت مش محتاج انك تشيله، فهو موجود منه نسخة هنا. هنبدأ نرجع تاني وناخد مثلا ملف الكونامي اللي احنا شغالين عليه بالباتش، هنبدأ نروح عليه بالطريقة دي ونبدأ ناخده قط. نبدأ نروح على ملف الديكومنتس الخاص بينا، نبدأ نعمل بيست في ملف الديكومنتس الخاص بينا بالطريقة دي. هنروح على ملف اللعبة، هتلاقيه موجود عندك ملف اللعبة بالطريقة دي. هنبدأ ندخل على ملف الداونلود، لازم يبقى عندك ترتيب الاضافات، هتلاقيها موجودة بالشكل ده. بيس وورلد من 1 لـ 7 دي ملفات الباتش. هتلاقي عندك الداتا باك الخاصة باللعبة، هتلاقيها مدمجة مع الباتش، انت مش محتاج انك تحملها خارجي، ولكن هي مدمجة مع الباتش، هتنزل معاك عادي جدا، هتلاقيها موجودة بالشكل ده. هنبدأ نروح على ملف اداة التفعيل بالطريقة دي، هنبدأ نفتح اداة التفعيل. ماشي، هيقول لك ان هي طبعا مش موجودة في المكان الصح بتاعها، ولكن احنا هنشغلها دلوقتي، او هنعرف هنثبت الباتش عليها ازاي، او هنفعل الباتش بيها ازاي. نبدأ نضغط اوكي، هيبدأ يفتح لك اداة التفعيل دلوقتي. دي للناس اللي ما بتعرفش تعمل اداة التفعيل من الاول للاخر، دي كل التفاصيل اللي موجودة الخاصة بأي باتش ممكن تطبقها بالشكل ده. دي كل الخطوات اللي ممكن تحتاجها. أول حاجة هتروح تعمل نو دي ال سي، تختار تشوز باس الأولانية. هنبدأ نروح على ملف الداونلود بتاع اللعبة اللي عليها الباتش اللي احنا لسه حاطينه، هنلاقيه موجود بالطريقة دي، ونختار ملف الداونلود. ادي كده اخترنا واحد، ظهر معانا كل الإضافات الخاصة بالباتش. هنختار تشوز باس 2، هتبدأ تروح على ملف اللعبة برضو، تختار داونلود، تبدأ تختار ملف الدي بي فايل ليست بالطريقة دي، وتبدأ تعمل اوكي. هتلاقيه مظبط لك الاضافات بشكل طبيعي وبشكل واضح زي ما احنا شايفين كده، من غير ما تعمل حاجه، ولكن زادت امان تعمل انشيك اول، بعدين تعمل شيك اول، كل الملفات مظبوطه معاك، تعمل جينيريت دي بي فايل ليست وتضغط اوكي. كده انت خلصت كل حاجه والباتش جاهز معاك انك تلعب. ولكن تريك بسيطه بس هقول لك على حاجه، ده ملف خاص بالبطولات اللي احنا قلنا عليها، او البطولات زي كاس العالم للانديه، كاس الرابطه المصريه، وكاس امم اوروبا. لو انت عايز تلعب اي بطوله فيهم ممكن تعمل ايه؟ هتدخل على الملف ده اللي هو اسمه اوبشنال تورنمنتس، تبدا تدخل عليه، هتلاقي الثلاث بطولات موجودين بالشكل ده، كل ملف وفيه الملفات الخاصه بيه اللي انت ممكن تنقلها للعبه عشان تلاقيها موجوده عندك. كاس الامم الاوروبيه بالشكل ده، كاس الرابطه، وكاس العالم للانديه. مثلا انا عايز العب بكاس الرابطه المصريه، هدخل على كاس الرابطه المصريه الاقي الملفات دي فيه. ملف الكونامي ده احنا عارفين هنعمل فيه، هناخده قط، نبدا نروح نرميه في ملف الدوكيومنتس الخاص بينا، نعمل بيست، هيبدا ينقل في ملف الدوكيومنتس الخاص بينا بشكل واضح وعادي جدا زي ما بنعمل كل مره. الملفات الباقية هتبدأ تاخدهم كده كوبي بالطريقة دي، ونبدأ نرجع كمان نبدأ نضيفهم بالشكل ده. بعد ما هتنقل الملفات في مساراتها الصحيحة، انت كده مش محتاج الا انك هتروح تفعل الاضافة الخاصة بكاس الرابطة وكاس الامم الاوروبية او كاس العالم للاندية بأداة التفعيل، وتبدأ ترجع تفتح السايدر الخاص بيك. لو جاب لك اي رسالة خطأ بالشكل ده تبدأ تضغط اوكي، مفيش اي مشكلة، اوكي تاني، مفيش اي مشكلة برضو، تبدأ تضغط اوكي لغاية ما الرسالة دي هتختفي معاك لوحدها. زي ما احنا شايفين اختفت عادي جدا. خلصنا الكلام كله، هنبدأ نروح نفتح بيس 17 ونستمتع بالباتش، ويلا بينا نشوف اهم مميزات الباتش الجديد.